فعزقنا لحضرتك والنادي القضاه وقضاه مصر. حضرتك النهارده تقول ايه في الجمعيه العموميه تعقيبا على تصاعد اعمال العنف ضد رجال السلطه القضائيه؟ احنا بنقول الجمعيه العموميه اللي عقدت بمناسبه قتل احد ابناء الساده القضاه ده صحيح الاصل، لكن انا يعني اجزم اننا من اجتماعنا ايضا بشأن الارهاب الذي طال الجميع، الارهاب الذي طال رجال القوات المسلحه، الارهاب الذي طال رجال الداخليه، واخيرا طال رجال القضاء. احنا مش عايزين نقول اصبحت ظاهره، احنا بقدر الامكان نود ان نقضي على هذا الارهاب. كانت هناك غضبة بين القضاة لما يحدث لإخوانهم وأبنائهم رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وأقول ذلك حتى لا يفسر خطأ أن قضاة مصر فقط انتفضوا حينما استشهد أحد أبنائهم، لا، ما يكمن في الصدور من غيظ ومن حقد ومن غل ومن كره لما نسمعه ونشاهده يوميا من استشهاد إخواتنا، الحقيقة ملأ الصدور إلى أن جاء هذا الحدث الأخير. اجتمعنا اليوم الحقيقة كلنا يعني بقلوب حزينة وبعيون دامية نشاطر أخانا وزميلنا المستشار محمود المرلي هذا الحدث، وكانت هناك اقتراحات من الجمعية العمومية تصب جميعها في خانة أنه لابد من أن يتم الإسراع من الفصل في القضايا وإنجاز هذه القضايا الإرهاب حتى يكون رادعا لهؤلاء، اتخاذ بعض الإجراءات التأمين لرجال القضاء سيما الذين ينظرون قضايا الإرهاب، قضية التوطن في محاولة لأن يكون رجال القضاء ليست عرضة لهذه الحوادث، أمور كثيرة. أعتقد أنه يعني إذا ما نظر تعديل قانون الإجراءات، إذا ما نظر إلى هذه التوصيات بعين الاعتبار تساهم وتساعد في هذا الأمر. إلا أنا بشوف أنه زي ما قلت لحضرتك وقلنا في الجمعية أن محاربة الإرهاب هي قضية وطن بأكمله، لابد للجميع أن يتكاتف وأن يقف مسددا لبعضه البعض في محاربة هذا الإرهاب الأعمى. نعلن كقضاة مصر دعمنا لرجال الشرطة والقوات المسلحة، وإن كنا نريد الأفضل من رجال الداخلية في محاولة تجديد الحراس، إلا أننا نعلن دعمنا كقضاة مصر لكل جهات المعنية في الدولة في محاربة الإرهاب، والله الموفق للجميع ان شاء الله. محمود، ايه اللي ممكن الاجراءات اللي يتخذها النادي خلال الفتره الجايه بعد الرسائل اللي حضرتك اللي وجهتها الجمعيه العموميه للرئيس السيسي مباشره؟ احنا هيصدر بيان به هذه التوصيات، وتضع هذه التوصيات امام السيد الرئيس والجهات المعنيه كل فيما يخص ان شاء الله. شكرا محمود. شكرا.